شو بيشتروا هالولاد ما بعرف، بس والله شي طيب. ماما 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 هابي عيد ميلاد نهاية رأس السنة ماما. ايه عطية من قلبك، هل من مزيد؟ بالله بالله مو حابة تتحششي لسه بهالمعايدة. نو ماما نو، هابي عيد ميلاد نهاية رأس السنة فقط لا غير. رح اجيها بالرواق، رح حاول اني اجيها بالرواق. يا قلبي، يا اما بيقولوا هابي نيو يير، يا اما نهاية العام، يا اما رأس السنة، اما عيد ميلاد بينقال للشي اللي بيخلق مو للشي اللي بيخلص. على شو توحمت ما بعرف وقت بالضيطة، فهمتي؟ هيوة، يعني بختار وحدة من هدول لل 2017، واما عيد ميلاد سعيد بقولها لل 2018 لانه خلقانه من جديد. ايوه مزبوط، وبنعمل مغلي، وبس يطلع لاول سن بنعمل سنونيه اسنينيه باللبناني. يال انا كثير بحب الملبس على السنونيه ماما. روحي من وشي احسن ما اخلي بتمك ولا سنها. روحتي لي بهجه اللحظه. بهجه شو؟ قصدي كنت مبسوطه وعم اعيش اللحظه، سميتيني بدني. عيدي عيدي شو صار ببدنك؟ لانه كش بدني والله. خلص مرئيه هلا، ما ضروري نغلط ببعضنا اكثر. ما تتحولي هلا وتصيري مقدم رؤوف في الولاده من الخارصه. خلص ما بدك تعرفي ليش انا فرحانه. تفضلي دورة السعيده، خبريني لشوف. اليوم بلشت الاجازه. بعرف مالك منتبهة على علامات الحزن والأسى على ملامحي الداخلية والخارجية؟ امبلا، بس بدك تتقبلي الواقع. يا بتوقفي حكم ومواعظ، يا أما قسماً عظماً اليوم رح يكتبوا بالأخبار عن طفل واقع مكبوب. خلاص خلاص، المهم أنا يا ستي من اللي أنتي قررت أعمل جدول لتمضية 15 يوماً. قصدك 15؟ إيه دعستي في قلبه. بدي أدعس في قلبك، حسني ألفاظك عم تحكي مع أمك. حسني ولا أبو عنتر؟ ولا غوار؟ يلا 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 يلا. آسفة بس ما عندك حس فكاهة منوب انتي. خلصيني شو هو المخطط؟ ترارارا، قررت روح شهر عسل. عيدي شو قلتي؟ ترارارا، قررت روح شهر عسل. شهر عسل. لا يا ربي لا، شلون هيك؟ أنا شو عاملة لحتى ينزل علي هاد البلاء؟ الاعتراض على حكمتك يا رب. وشو بدك تعملي بشهر العسل؟ مثل ما كل اللي بيروحوا بيعملوا. ليش انت بتعرفي شو بيعملوا؟ طبعاً، وبدي أعمل مثلهم واختبر تجارب جديدة بحياتي. ياخدوكي على حقل تجارب لدوى الهبل والاختلال العقلي. ماما قالك شو بيعملوا؟ اوعى تفتحي تمك بحرف. اصلا انت من وين بتعرفي بهالشغلات؟ من التلفزيون، من الانترنت، واحاديث مع رفقاتي. بتتحدثوا عن مواضيع شهر العسل انت ورفقاتك؟ اخ يا قلبي اخ. وعن شو بتتحدثوا كمان؟ ماما لو سمحتي ارجوكي لا تتدخلي بحياتي الشخصيه. بعدين ما سالتيني لوين بدي اروح، على اي بلد. اي صحيح ابن بطوطه، على اي بلد؟ هلا شوفي، هو صراحه ما بتفرق معي، بس يعني يفضل انه تكون جزيرة هادئة رومانسية فيها بحر وشمس ورواق. يعني شمس وبحر وهدوء ورواق، ماشي رومانسية. ليش بيزبط شهر العسل بدون رومانسية ماما؟ ما بيزبط طبعا. شغلت مساحات السيارة، الله ربي. بالله وانت ومين ناوية تروحي هالرحلة؟ صراحة مخططة اروح انا ورفيقي ادهم بالصف. رفيق مين؟ رفيقي بالصف. ولك بس تفح على اهلهم اللي ما ربوه، شاطر يضحك على بنات الناس. ماما شو يعني يضحك؟ اصلا انا اللي اقنعته، وبعدين هذا حلالنا. طب وقفي عندك، اجمدي بارضك ولا حركه. شو فوت كلمه حلال على الموضوع؟ ماما قصدي انه الاجازه حلال على قلبنا، حقنا الشرعي، ما حدا بيقدر يمنعنا من الاجازه. قلتي لي الشرعي، وين قررتوا بالله على اي بلد؟ جزر المدلف. قصدك المالديف اول شيء، الجزيرة ما غيرها؟ لأنه طقسها حلو وخرج شهر العسل. وشو بدكم تعملوا هنيك؟ ناكل عسل. تاكلي سم الهاري ان شاء الله، خرسي وسدي بوزك قليلة أدب. بس أنا بحب العسل ماما، مع الكوكتيل وفوق كريمة وموز وشوكولاتة. قصدك العسل ما غيره تبع النحل المدبق اللي بالمرطبان؟ ليش في غيره عسل ماما؟ لا 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 ما في غيره، ليش أصلا في شي غيره عسل؟ طيب وليش اخترتوا هاي الجزيرة بالتحديد بقى؟ كرمال نسبح ونعمل قصور على الرمال ونجمع الصدف ونقعد بالمطاعم وناكل بيتزا وبطاطا ولاتشب. بس هيك؟ إيه بس هيك،
ليش اصلا فينا نعمل شيء ثاني؟ لا 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 ما بنعمل اكثر من هيك. الله يعامل اللي كان السبب. قومي من وشي هلا بدني نحزوم كهربي. لساتك هون انتي؟ قلت لك قومي من وشي. بعدين ليش فتح الكتاب من اول يوم بالاجازه؟ مو من عوايدك. لا ماما ما بدي ادرس، بدي اعمل ازاله شعر بالليزر. شو شو بدك تعملي؟ لك انتي من وين عم تجيبي هالاحاديث؟ لك يا ربي زيلني من هالبيت وريحني. ولك انتي فهمانه شو عم بتقولي؟ طبعا بس ما عم ينشال شي، جربت كل شي وما مشي الحال. شو جربتي؟ مين وين وكيف شلون؟ مين اخذك؟ وليك انطقي احكي. ماما هذا دفتر الشعر وهذا ضو الليزر، صار لي ساعه حاطه ضو الليزر على الصفحه وما انمحشي. شلون بيقولوا انه الليزر يزيل الشعر؟ كذابين. من اول لحظات الاجازه وهيك صار. شلون بدها تمضى كلها ما بعرف. يا رب استور علينا يا رب، يا رب هون علينا يا رب، يا رب خدني لعندك يا رب. ماما ساوي لك تنفس اصطناعي؟ وبتفهمي بالتنفس الاصطناعي كمان؟